زوجتي منذ 3 سنوات حملت، وفي الأسبوع 26 اكتشف الطبيب أن الجنين مشوه. نعم. فأقر أن على ضرورة إنزال الجنين خوفا على صحة الزوجة. طيب. فتناولت بعض الأدوية ونزل الجنين. فما هي الكفارة يا شيخ؟ 26 كم؟ 26 أسبوع. 26 أسبوع يعني تقريبا، أضرب 26 في 7 يا أخي، خلينا أتبينها بعدد الأيام. ستة وعشرين في 7 182 يوما. نعم، 182 يوما تقريبا. لقد ذهبت يا دكتور لأكثر من طبيب وقال على ضرورة إنزال الجنين. طيب طيب، في هذه الحالة لقد أنزل الجنين وقد نفخت فيه الروح، هل كان هل كان ميتا أم كان حيا؟ لا لا، كان حيا يا دكتور. كان حيا، أنزلتموه وكان حيا وقد نفخت فيه الروح يقينا، غفر الله لنا ولكم. ولكن ما دام أن الطبيب قرر أن بقاءه فيه مضرة لأمه، مضرة حقيقية يقينية، ففي هذه الحالة لا بأس من إنزاله، وعليكم الكفارة.